تم تجنيد ما يقارب 900 عون الحماية المدنية يمثلون 12 ريت المتنقل، منهم ريتين من الوحدة الوطنية، 3 أرتال اللي خاصين بولاية تيزي وزو والولايات المجاورة، ليصل التعداد الإمكانيات المادية إلى 200 شاحنة إخماد. هذا ما سمح لنا بالتحكم في بعض الحرائق المهمة جدا، على سبيل المثال إنقاذ مستشفى عين الحمام من الحريق كليا بتواجد الريت المتنقل على مستوى المستشفى. للأسف هناك حالات وفيات خاصة في تيزي وزو، 6 حالات وفيات، 5 منها ذكور وواحدة جنس إناث ذات سن 23 سنة، و7 ضحية سجلت أمس الساعة 8 بالليل على مستوى ولاية سطيف بلدية سيدي عبد العزيز.